مع احتشاد متظاهري الحراك الجنوبي في ساحة العروض حضور أمني كثيف لحماية المتظاهرين هذه المرة لا لقمعهم كالسنوات التي خلت. الأمن المركزي السابق كان قوة قمعية، ولكن الأمن المركزي الحالي هو الشعب. المظاهرة التي دعت إليها فصائل الحراك بالتزامن مع بدء جلسات المفاوضات المعقدة في دولة الكويت بين الأطراف المتنازعة في اليمن تهدف إلى إيصال صوت القضية الجنوبية وعدم تهميش مطالبها حسب تعبير المحتجين. نظرا للمفاوضات اللي تحصل في الكويت، يؤكد للعالم الدولي والإقليمي والمحلي بأنه يريد شعب الجنوب استعادة دولته وتقرير مصير. سنة تاسعة من عمر حراك بدأ بمطالب حقوقية ثم تطورت في ظل قمع النظام السابق وتعثر ثورة التغيير إلى مطلب الانفصال أو استعادة الدولة بحدود ما قبل عام 1990. الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع ضاعفت من اتساع هذا المطلب وانتشار هذه الأعلام كعلامة يأس عززها تعثر مشروع الدولة الوطنية الجامعة وفشل الحكومة الشرعية إذ انتظرت هذه الجموع أشهرا طويلة بعد الحرب لترسي نموذجا مطمئنا في المناطق المحررة. القضية الجنوبية لها عدة حلول، لكن نحن يعني كنظري أنا كصحفي أن الحل الأقرب لنا هو استعادة الدولة كاملة بحدود 90، ولكن استعادة الدولة يعني نحن الآن نرى أنه الفيدرالية بإقليم جنوبي وإقليم شمالي بحدود 90 وتقرير الشعب مصير الشعب الجنوبي هو الأقرب إلى حل استعادة الدولة الجنوبية. اختلاف الحلول المقترحة للقضية الجنوبية بين ما يأمله الحراكيون وبين الممكن في ظل الشرعية القائمة والتوازنات الإقليمية لا يثني هذه الجماهير من الاستمرار طالما ظلت المظالم التي أخرجتهم قبل 9 سنين وطالما ظلت قضيتهم دون حل عادل وممكن. أصوات هذه الحشود بمطالباتها الصريحة موجهة إلى المتفاوضين في الكويت، ومهما تكن درجة الاستجابة على الطاولة يظل للقضية الجنوبية ثقل في الشارع لا يخفى على أحد. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.